السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا شباب راح اوريكم ان الهجوم التنانين نفس ما صديقنا هون هاجم. هلا بشوف لكم اياها، بعمل لكم هيك اعادة عرض، راح اوقفها. هلا بوريكم كيف مثلا يهجم الواحد عليها. اول شيء بدك تعمل هلا تروح، اول شيء دفاعين جويين نفس ما بتشوفوا، 4 رعد مستوى 5، هذا ما بيشيل الدفاع الجوي المستوى السادس من شل برعد مستوى 5 وزلزال، 2 رعد وزلزال ما بينشال مثلا بمستوى الرابع، واذا صار مستوى سادس بس تحسوا على المستوى السادس بصير بيشيل دفاع جوي المستوى السابع. المستوى السابع ممكن ينشال هلا بالرعد المستوى الخامس، ممكن ينشال بس لازم الزلزال يكون مستوى ثالث او رابع حتى ينشال المستوى السابع. هلا نفس ما بتشوفوا انه هون صديقنا راح اول شيء روح هدول الدفاعين الجويات المستوى السادس، الاثنين اللي هون طبعا لما بيروحوا تدخل من هون طبعا اللي اول شيء لازم لا يدخلوا التنانين كلهم لجوا، لازم يشيل كل هاي المساحة لتشوفها ليشيلها كل اللي هون هيك كل هاي. يعني اول شيء في دفاع جوي هون نفس ما ملاحظين هون حطلن ملك، تاني شيء حطلك تنين من هون تنين من هون مشان يفوتوا يروحوا الزوايا، وهيك بيحطن هيك على هالشكل، وبعدين بيدخل المناطيد من الجهة الفوق، بعدين بصير بيدخل تنانين لجوات القرية. هاي نفس ما حتشوفوا انه كيف حيدخلن، اول شي بحط رعدين على كل واحد، شوف واحد اثنين واثنين على هذا وزلزال على هذا وزلزال على هذا، فراحوا الدفاعين التشويات هدول الاثنين باقي له هدول نفس ما شفتوا. هلا نفس ما بتشوفوا يحط الملك على هذا الدفاع التشوي بس يفوت، بعدين راح يخلص منه، حط لك نفس ما شفت تنين على هذا وتنين لهون، طبعا طلع لهم هدوليك مات، وطلع لك تنين ماكس، طبعا التنين ماكس بيموت 3 تنانين مستوى رابع قبل ما يموت، بعدين حط لك اياهم هيك التنانين، باقي له 2 هلا بيحط لك هون وهون واحد، هون واحد هون واحد بصير 0، بحط لك المناطيد وراهن. طبعا في احيان بيعمل لك غلط انه في المناطيد بتروح بتخليها لاخر شيء عم بتحطها، هي غلط بيكون لاني بيكونوا التنانين ماتوا قبل ما ينحط. طبعا التنين ماكس روح لك روح له تنينين بس باقي تنين وقت هدول تنانين، اجا هوت لها بالمناطيد اجوا تنانين موتوه من شي هذيك، يعني خلي له تلهيت المناطيد للتنين المستوى السادس، مستوى الرابع والثالث ما بيأثر، بس مستوى السادس هذا يعني بيروح لك تنينين 3 من المستوى الرابع والثالث وينشال بعدين، فبيروح هجومك كله بيفشل فيه. فالافضل انه تخليهم يدخلوا مع بعض، ما تخلي كل واحد لوحده بيكون بخسارة بعدين، انه واحد ضده يعني هيك راح يموت لك 3 يشل لك اياهم بعدين يموت، لازم 3 مع بعض يضربوا. نفس ما بتشوفوا هلا التنانين دخلت لجوا الزوايا كلها راحت، الملك حط لك اياها من تحت هيك حطها لاني ما انا رايدها، ممكن يحطها كان على الزوايا لا يلهي هون مثلا الزاوية هون، ممكن يحطها باي مكان. نفس ما بتشوفوا القرية كلها انمسحت بالتنانين، طبعا احيانا التنانين ما بتصير، في كتير في اشياء كتير ما بتصير عليها التنانين مخططات غير هاي، هذا المخطط كتير ضعيف للتنين يعني، فكما ما بتشوفوا يعني كتير ضعيف، بس انه لما بيكون مستوى سابع احيانا نفس ما بينقال انه التنين المستوى الرابع ما بيمسح تاون 9 ماكس، يعني لو حدثت الرعد على السادس هداك يعني ممكن يمسح 9 ماكس، بس بدك المخطط المناسب لإله، ما هو مخطط هيك صعب، المخططات الصعبة طبعا ما راح تنمسح فيه. وكمان انا بعتذر منكم اليوم الفيديو كتير قصير ما راح يكون طويل، لان ما لقيت شي لأوريكم اياه غير هاي، يعني ما في حدا بالتعليقات عم بيكتب انه ايش بده وايش يسوي، يعني ان شاء الله انه نشوفكم بالفيديو التاني، شكرا للمشاهدة ولا تنسوا الاشتراك، باي باي.